بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي، ساداتي يا أعزائي، أحبائي في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا متابعينا مستمعينا أينما كنتم في كل مكان من كل أرجاء الوطن العربي الكبير. نحييكم هنا من شاشة أون تايم سبورتس هنا في دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث من الدوري المصري في مواجهة تجمع ما بين أصحاب الأرض النادي الإسماعيلي الذي يبحث عن أول انتصار له في هذا الموسم ويبحث عن الخروج من الدوامة المبكرة التي سقط فيها الإسماعيلي وغادر على إثرها خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسباني وتولى المهمة بدلا منه الكابتن أيمن الجمل. يستضيف نادي فيوتشر صاحب الأداء الراقي والأداء الرائع منذ بداية الدوري والذي يلعب المباراة المؤجلة وهو الآخر يبحث عن الانتصار من أجل المواصلة للحفاظ على الوصافة وفي انتظار مؤجلة الأهلي والاتحاد السكندري. الإسماعيلي في مباراة النهاردة بيلعب بمحمد كوكو حارس مرمى، أربعة مدافعين من اليمين عصام صبحي، من الشمال محمد دسوقي، البين دفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، وسط الملعب عمر الوحش مع عماد حمدي، محمد حسن وياو أنور مع محمد الشامي وباسم مرسي. أما نادي فيوتشر في مباراة النهاردة فبيلعب بمحمود جنش حارس مرمى، أربعة مدافعين قدامه، باسم علي من اليمين، جوزيف جوناثان نجويم من اليسار مع البين دفاع علي الفيل ومحمود رزق. وسط الملعب غنام محمد، قدامه مصطفى البدري ومحمد رضا مع الحاج باري وهشام عادل وعبد الكبير الوادي في خط الهجوم. هنستعد من اجل احداث المباراه الاسماعيلي بالتيشيرت الاصفر والشورت الازرق على يمين الشاشه وعلى يسار الشاشه بالاحمر الكامل النادي فيوتشر في مباراه النهارده. صافره البدايه من الكابتن صبحي العمراوي حكم الساحه بيعلن عن بدايه احداث هذه المباراه المؤجله من الاسبوع الثالث من دوري رابطه الانديه المصريه المحترفه. تحيات زميلي على القناه الصوتيه الثانيه الزميل العزيز الكابتن طارق حسن وتحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم ما بين الإسماعيلي وفيوتشر. أول كرة ومحاولة عند مصطفى البدري لكن تنزل في الطرف الأيسر عند محمد دسوقي اللي يلعب كرة طويلة عالية إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. لمسة إلى باسم مرسي اللي يرجع عند محمد الشامي لمحمد حسن مع الكرة، محمد حسن بينية حلوة، باسم راح 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 سجل الأول سجل الأول سجل الأول باسم مرسي سجل الأول باسم مرسي ولكن هنا فيها راية مرفوعة وتسلل ومدرج الشمس الإسماعيلاوي يعني يتحمس مع بداية المباراة وباسم مرسي يسجل هدف أول. الفار هو اللي هيقول كلمته، بيقول العب ضربة حرة غير مباشرة وتسلل وهدف يعني لا يحتسب ويلغي المساعد ويؤكد على القرار الفار. إعادة للقطة الماضية والقرار اللي كان موجود من الفار ان الكورة فعلا فيها تسلل على باسم مرسي اللي كان اتعامل معها صح. ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الاسماعيلي، فيها خطورة طبعا فيها خطورة. دسوقي يسيب الكرة لعمر الوحش اللي يلعب واحدة عالية وهنا الرأسية جوه المنطقة، ياو أنور يلعب براسه وهنا المرة دي جنش يطير عليها ويطلع الكرة لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية. اشتعلت مدرجات النادي الإسماعيلي وأصبح الإسماعيلي دلوقتي هو اللي بيهدد فيوتشر في اللقطة الماضية وأدي هنا الرأسية ياو أنور، كان ممكن جنش يسيبها وتخرج بره لكن هو طار عليها وطلعها إلى ضربة ركنية. محمد رضا قلت لكم تابعوا محمد رضا وشوفوا البوزيشن اللي بياخده، يا ولد يا عبد الكبير راح انفراد راح انفراد راح انفراد راح انفراد راح انفراد يا لعيب يا لعيب يا راجل يا راجل عمل كل حاجه عبد الكبير الوادي وراوغ وتلاعب بدفاع الاسماعيلي هرب صح وراح صح والانفراد لكنها بتقلع عن العارضه. يا سلام المغرب تتألق في مونديال قطر والمغربي عبد الكبير الوادي يتألق هنا في استاد اسماعيلية بحرفنا. يا سلام اهي من اولها، يا سلام استلم، شوف يا ولد حطها من ورا باهر راح انفراد، شوف هنا شوف هنا شوف هنا شوف هنا عمل ايه، يا باع محمد حسن في اللقطة اللي فاتت، عبد الكبير الوادي باع محمد حسن في اللقطة اللي فاتت وكان رايح عشان يسجل الهدف لكن هنا المرة دي بقى عليت عن العارضة وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى.
مرت لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى، لكن عمل عظيم من عبد الكبير الوادي. سلم الكرة للوادي، يا سلام يا سلام يا سلام، الحجباري الحجباري، هايل 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 هايل، محمد هاشم من قدامه، وإلى ضربة ركنية ولا ضربة مرمى؟ بيقول العب ضربة مرمى، لكن عبد الكبير الوادي حط بينية حلوة عند الحجباري في اللحظة اللي هيسدد فيها، تدخل محمد هاشم وخبطت الكرة فيه وبقت الكرة إلى ضربة مرمى. فيوتشر أخطر، لكن الكرة مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. لكن هنا الاستخلاص السريع عند محمد رضا، محمد رضا، محمد رضا، بينية حلوة للبدري، البدري بيحاول بيحاول بيحاول، ولكن هنا كوكو، وهنا مرة تانية باهر المحمدي هو اللي بيحافظ عليها. دفاع الإسماعيلي ينقذ النادي الإسماعيلي في الرمق الأخير من شوط اللقاء الأول مع صفارة صبحي العمراوي، بانتهاء شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي ما بين الإسماعيلي وفيوتشر هنا في شوط لقاء أول ممتع ما بين كلا الفريقين في مؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. تحية زميلي على الصوتية الثانية الكابتن طارق حسن وتحياتي بلال أحمد علم. نلقاكم بعد الفاصل، دمتم في رعاية الله وحفظه. كلمة الآن للزميل العزيز تامر صقر. عزيزي تامر تفضل، الكلمة لك أنت وضيوفك الأعزاء. هننتظر صافرة صبحي العمراوي ليعلن عن بداية أحداث شوط اللقاء الثاني. تحيات زميلي على القناة الصوتية الثانية الكابتن طارق حسن وتحياتي بلال أحمد علام، معلقا وواصفا لشوط اللقاء الثاني من مواجهة الإسماعيلي وفيوتشر النادي المصري، وسبع نقاط ايضا لسيراميكا كليوباترا. لكن بص، حلوه من ياو انور، حلوه من ياو انور، مرت على يمين حارس المرمى والى ضربه مرمى سريعه كده، الكوره من جانب نادي الاسماعيلي، وهنا امامنا جنش، اصطدام ما بينه وما بين ياو انور، لكن الكوره مرت على يمين المرمى والى خارج الملعب والى ضربه مرمى. سلامات لجنش، ورايح له ياو انور يطمن عليه. سلامات، سلامتك يا جنش، سلامتك يا جنش. هنا الكوره، شوف ياو انور، عدى ياو انور، قدر ان هو يمر ويعدي ويسدد، لكنها بتمر على يمين الحارس جنش الى ضربه مرمى. كوره خطيره المره دي من جانب ياو انور، ياو انور الاسماعيلاويه لا زالوا يحلموا او لا زالوا بيحلموا بحد زي اوتاكا، بحد زي درامان تراوري، ومن قبليهم طبعا الاسماعيلي كان عندهم واحد من الاسماء الموهوبه اللي غادر النادي الاسماعيلي واحد عظماء كره القدم في الوطن العربي عليه رحمه الله تعالى، الكابتن امين دابو. كويس يا ولد، استلم كويس يا ولد، عدى كويس يا ولد، يحاول يمر وصبح العمراوي يقول للعب الى كوره فيها محاوله مرتده من محمد هاشم، يلعب عند عمر الوحش مع الكوره، عمر الوحش بيتقدم، عمر بيوسع لنفسه كويس، عمر الوحش، عمر بيحاول، عمر، ولكن الكوره خطرتها قلت، لكن لسه المحاوله بينيه حلوه لياو انور. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الاسماعيلي يتقدم بالهدف الاول. النادي الاسماعيلي وحش وحش ابن وحش يا عمر، الى ياو انور اللي يسجل الهدف الاول لمصلحة النادي الاسماعيلي. 60 دقيقة من عمر واحداث المباراة، الاسماعيلي تقدم بهدف عن طريق ياو انور بصناعة رائعة من عمر الوحش. لا زال يراقب الفار الكابتن صبح العمراوي والكابتن محمود الدسوقي، يعني بيجيب له اللقطة من زاوية تانية. صبح العمراوي اللي كان قريب من الكورة والفار بعد كده. نشوف هنا بس محمد هاشم، وهنا الكورة اللي ما بين بوبو وما بين باهر المحمدي. يعني لغياب صوت الجمهور يعني يمكن يكون من المصدر زي ما احنا شايفين، يقول خطأ، ضربة حرة لمصلحة نادي فيوتشر. جوزيف جوناثان هو اللي واقف على التنفيذ، جوزيف جوناثان، وحضر داخل منطقة جزاء النادي الإسماعيلي. جوناثان اللي بيلعب الكرات دي خطر جدا. جوناثان ترقب
وحضر وجوناثان يلعب الكرة العالية ولكن الرأسية بتنزل لعمر كمال يسدد، وصلت عند مروان بيحاول مروان وقع، وهنا المرة دي بترجع ولكن يلحق نفسه محمد كوكو ويطلعها إلى ضربة ركنية. مجدي اللي وسع من جوناثان لعب الكرة أمامية لمدبولي، مدبولي حافظ على كرته، مدبولي فيها خطورة، مدبولي سدد ولكن اتقفلت عليه لعبد الرحمن يركن حلوة، ولكن القائم الأيمن لجنش، القائم الأيمن لجنش بيضيع الإسماعيلي فرصة خطيرة في اللقطة اللي فاتت، حلوة من عبد الرحمن مجدي ولكن القائم الأيمن لجنش يتعاطف مع نادي فيوتشر في اللقطة الماضية. قب وعبد الرحمن يلعب الكرة ولكن طلعها كويس دفاع نادي فيوتشر، ومعها صافرة النهاية من حكم المباراة الكابتن صبحي العمراوي. تعادل سلبي ما بين الإسماعيلي وفيوتشر في مباراة اليوم المؤجلة من الأسبوع الثالث، نقطة في رصيد النادي الإسماعيلي لكي يصبح إلى 3 نقاط في أداء اليوم مع أيمن الجمل، كان أداء يعني رائعا. وعلى الجانب الآخر نادي فيوتشر نقطة وحيدة، يصل إلى النقطة 14 ويزاحم الزمالك في الوصافة خلف الأهلي المتصدر. تحيات زميلي على السعودية الثانية الزميل العزيز طارق حسن، وتحياتي بلال أحمد علم، ألقاكم دائما على الخير.